بالضبط بدأ الطخ على أولادي وعلى على ابني وأنا نايم. عملت هيك نايم من مدد ولا حاجة تلكش تشكل إشارة أبدا. المهم خلصوا طخ. قلت لهم اسمع ايش اللي عملتوه؟ قال عملنا ايه؟ تعال جيب هويتك. جبت هوية وقفت اختيار 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 بالنسبة للي ماتوا. ساعة أولادي وأولاد أولادي هذولا كيف يطخوه مرة واحدة قدامي؟ كيف؟ والله العظيم سحبت حالي وأخذوني. أنا كنت نايم في هذه المنطقة وهم أجوا من برا اثنين نفرين طبوا فيهم طخ 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 على أبو جنب طخ. بعدين خلصوا طخ بدي أقوم أنا. قال لي وين بدك تروح؟ قلت بدي أروح بدي أطلع بدي أقوم بدي أشوف أولادي اللي ماتوا. قال لي لا ممنوع تطلع. طب تعال اطلع تعال هنا. وقفت طلعت هنا برا بعد ما قتلهم كلهيتهم وجيت انا طلعت وقال لي اطلع هناك برا. طلعت انا وطلعوا هم معي برا لانه خلص الشارع يقدر يطوف جوا لانه كلهم بعوض الله فيهم. قلت له ليش طخيتهم؟ اه قلت له ليش طخيتهم؟ قال لي هيك انا بدي اطخهم انا حر بدي اطخهم انا. لحظة شو شعوري انا قلت لكم طخوا يوم هواتين يطلعوا يقولوا للناس تعالوا اطلعوا يطلعوا لهم الناس ابدا ما فيش طب 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 بيجي يمكن 5 متر رصاصه